في مثل هذا اليوم من عام 226 هجرية الموافق ل840 ميلادية، تم انتخاب المنى بن جيفر إماما على عمان. في إحدى ليالي ذلك العام كان هناك ثري عماني يضع في الخفاء آخر قطعة نقود يملكها داخل جرة فخارية. لا شك أن هذا الكنز مثل صدمة كبرى للورثة الذين لم يعرفوا أبداً مكان الجرة المدفونة. بعد حوالي 11 قرناً من الزمان أصبح كنز ذلك الثري الذي مات قبل أن يرشد أحداً إلى مكانه دليلاً مادياً وعلمياً هاماً سيقودنا إلى إعادة ترتيب الأحداث حسب التاريخ المدون على النقود المتداولة. كانت هذه الأطلال فيما مضى حارات مزدهرة تشكل حواضر المدن العمانية المبنية على طراز العمارة الطينية، تتجاور فيها قصور الأثرياء ببيوت الحرفيين. يتوزع سكان عمان بين بيئتين تقليديتين، الجبلية بسفوحها وهي الأوسع انتشاراً، ويعتمد اقتصادها على الزراعة والإنتاج الحيواني، والثانية المناطق الساحلية المعتمدة على الصيد والتجارة. نشطت أسواق المراكز الرئيسية وبرزت الحاجة لإنتاج صناعات مثل الغزل والنسيج والأواني الفخارية والدباغة، وتبادل السكان إنتاجهم الاقتصادي بفضل نظام المقايضة، إذ لم تكن النقود شائعة الاستخدام بين الناس، إلا أنه بالتأكيد
تم جمع النقود المعدنية من أجل ادخارها أو استعمالها في التجارة، خاصة في مدن الموانئ. معظم الكنوز المكتشفة حتى الآن تم العثور عليها مخبأة في جرار فخارية داخل جدران المنازل أو تحت الأرض في مثل هذه الحارات، ولا نعلم سبباً لذلك، وإن كانت الحكايات المتداولة تشير إلى أن إخفاء النقود يعتبر احتياطاً أمنياً لئلا يستحوذ عليها الغزاة في زمن كانت الحروب والغزوات القبلية تنشأ من مستصغر الشرار. هنا في متحف البنك المركزي العماني نجد سجلاً كاملاً للمكتشفات الأثرية النقدية، وفي الواجهة نتعرف على أول عملة نقدية تم سكها في تاريخ الجزيرة العربية، إنها تحمل اسم دار الضرب عمان. هذه القطعة اليتيمة تمثل درهماً فضياً يعود لعهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وتاريخ الضرب عام 81 هجرية. وقد تم التعرف أيضاً على درهمين فضيين آخرين ضربا في عمان عام 90 هجرية. يظهر أن دور الضرب العمانية لم تنتج سوى عدد قليل من الدراهم الفضية الأموية، كان الغرض منها محاولة تأكيد سيطرة الخليفة على المنطقة وكوسيلة لدفع الضرائب. كان الدرهم الفضي المعرب يتبع العرف الساساني في ضرب النقود، حيث ينقش اسم الولاية أو المدينة التي سكت فيها الدراهم، فقد كانت النقود الساسانية والبيزنطية عملة سائدة الاستخدام منذ ما قبل الإسلام. أما الدولة الأموية فقد تأخرت في سك النقود باسمها إلى العام 77 هجرية، عندما بدأت ضرب الدينار الذهبي دون إشارة لمكان الضرب، دمشق. عرف العرب قبيل الإسلام الدراهم الساسانية والدنانير والفلوس البيزنطية من خلال تجارتهم الخارجية، وهي النقود الأساسية المعروفة في ذلك الوقت. وعند انبثاق فجر الإسلام في الجزيرة العربية ظل المسلمون في العهد النبوي وعهود الخلفاء الراشدين يستخدمون تلك النقود، مع تغيير بعض مظاهر الدراهم الساسانية منذ خلافة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. فصار هناك بعض الإضافات، كإضافة كلمة الله وبسم الله وربي الله والله أكبر وغيرها من الكلمات. وبعد عهد معاوية بن أبي سفيان في سنة 41 هجري وضع اسمه مكان اسم العاهل الساساني بالفهلوية، وكذلك فعل عبد الملك بن مروان، إلى أن جاءت مرحلة تعريب النقود، حيث قام عبد الملك بن مروان بتعريب الدراهم سنة 77 هجرية، ومن ثم قام بالتعريب الكلي للدنانير أيضا سنة 78 هجرية. وقام عبد الملك بن مروان بإعطاء عمان بسبب موقعها الاستراتيجي وبسبب أهميتها الاقتصادية في ذلك الوقت، بإعطائها يعني حق ضرب العملة أو ضرب أول درهم باسمها، وكانت أول دار سك في شبه الجزيرة العربية تضرب باسم عمان باسم عبد الملك بن مروان سنة 81 هجرية. لم يقم الأمويون أو العباسيون بأية محاولة جادة لفرض سيطرتهم على عمان طوال الجزء الأكبر من القرن الثاني الهجري، وبالمقابل لم تتبنى الدولة العمانية آنذاك إصدار عملة خاصة بها، ولا توجد حتى الآن إلا عملة واحدة تعود لتلك الفترة، وهي فلس نحاسي تم سكه في صحار عام 141 هجرية، وهي المرة الأولى التي يرد فيها اسم هذا الميناء الشهير على عملة معدنية.
يلخص لنا كنز ذلك الثري الذي عرف بكنز سناو نوع العملات التي تم تداولها في عمان خلال الربع الأول من القرن الثالث الهجري. تضم محتويات الكنز أكثر من 900 قطعة نقدية فضية ساسانية وإسلامية قديمة. شكلت الدراهم الأموية أكثر من ثلث العدد الإجمالي للكنز، بينما شكلت النقود العباسية ما يقارب الثلثين. ونظراً لقدم العملات وصغر حجم النقوش، فإن المأثورات غير واضحة في الصور إلا للمختصين وباستخدام أدوات مكبرة. هذا المكان، هذا المكان هنا معنا مكان تراب مرتفع، تل احنا نسميه العمانيين نقول رفع تل، نقول كبس تراب، تراب يمكن قامتين الانسان معنا على عادي، وما يبدا شيء ولا لو قلنا هذا بنطله هذا حتى نوسع المنطقه، نوسع الارض. وهذه الارض ولها ما فيها نخل ابدا، كانت من زمان تزرع بر باقي الارض، الارض البيضاء وهي ارض تزرع بر، نزرعها ايام الحنطه، تنكل سياره بعدين نكال واحد نترم، لما انزل هذا الخرس، هذا خرس إيه؟ بعدين على السياره نكل السياره تبطل ولما تبطل يجي هذا المعنى، هذا الخزين، هذا معنى بيسه كذا صغيره مكتوب فيها ظن لا اله الا الله، اظنك ذاك لا اله الا الله اظنك، مكتوب فيها شيء كتابه احفظها. وهذا اصل الشيء، هذا اصل الشيء، هذا مكان مرتفع تراب، وهذا البرج من سنين، يمكن من 300 سنه او 200 سنه بنينا البلاد هالسنه، مع ان اعتقد على ان هذه الارض كانت مسكونه، معنى ما يكون هيك ان هذا الخرس اللي جاي لك ذاك، لازم معنى انسان ما دافن لنا هنا انسان، لان القبليين يسويوا كذاك، عندهم مبالغ ويخزنوها في الارض، تخزن في الارض يضموها الى وقت اخر ومنها تغيب، معنى هل هيغيبوا او لا يغيبوا، وانا مثلا اذا عملت هذا العمل ما خبرت ولدي ولا اعطيت مثلا اخوي او احد من خاصيتي ان انا جيت وضميت كذا كذا مكان في مكان، اذا مت ولا شيء بتلقوه. في ناس مثلا ما يخبروا، لكن هذه الارض ممكن مسكونه من سنوات قديمه مسكونه من مسكن، لكن الذي ساكنينها بخبرت فلان وفلان ما اقدر، على حسب عاداتهم، منهم يخزنوا في الارض ومنهم يسوي كما تفضلت، معنى يسوي جدار ويسوي له دخلك في الجدار كما تقول على ان خزينه معنى خزينه، ويرقموها وكان ما احد يعرف ان هناك شيء موجود. المثير في هذا الاكتشاف وجود قطعتين فضيتين خفيفتي الوزن لا تحملان اسماء دور الضرب او التواريخ، ولم يتم العثور على ما يشبههما في اي مكان اخر، لذا يرجح الخبراء انهما من مجموعه للتداول المحلي تم سكها بامر الامام غسان بن عبد الله او خلفه عبد الملك بن حميد المتوفى عام 226 هجريه، اي في السنه التي وضعت فيها اخر قطعه داخل كنز سناو. شهدت عمان في عهدي هذين الإمامين فترة سلام ورخاء، وقد امتد الازدهار بعدهما إلى نهاية إمامة السلط بن مالك في العام 272 هجرية، لتدخل البلاد بعد في حالة من الاضطراب مهدت طريق العباسيين لبسط نفوذهم على عمان وتحديدا صحار. كانت صحار حاضرة عمان الاقتصادية،
تتكدس في أسواقها تمور البصرة وحرير الصين وأقمشة الهند وتوابلها، وكانت السفن العمانية تجوب البحار إلى السند وشرق أفريقيا أيضاً. بدأت سيطرة العباسيين الفعلية على عمان مع حملة محمد بن نور عام 280 هجرية لتثبيت أسرة سامة بن لؤي العمانية في الحكم. وفي بهلة تم تعيين أحمد بن هلال والياً على عمان، ويظهر أنه قد جاء مع الحملة من بغداد، إذ كان يعمل كاتباً في ديوان البلاط العباسي. لكن أحمد بن هلال الذي يرجح بعض الدارسين أصوله إلى عمان سرعان ما سينقل سلطاته إلى صحار باعتبارها الميناء الرئيسي والوحيد الذي تحصل فيه ضريبة السفن القادمة إلى عمان. يوجد درهم على الطراز العباسي مضروب في عمان وجد ضمن مكتشفات أثرية يعود للعام 290 هجرية، نقش عليه اسم الخليفة المكتفي وتحته اسم أحمد، ويرجح أنه أحمد بن هلال الذي سيتكرر نقش اسمه خاصة فيما بين العام 305 هجرية. لكن فترة حكمه ستشهد أيضا عملات تحمل اسم طاهر بن محمد ومن ثم سبكري اللذين توليا إقليم فارس، ما يعني أن نقش اسميهما على عملات مضروبة في عمان إنما لتأكيد سيطرة العامل العباسي على إقليم فارس وعمان. في صدفة غريبة وغير متوقعة ستعثر هذه المرأة على آنية من الحجر الصابوني فوق جبل بولاية ينقل. تحتوي الآنية على كنز يضم كمية كبيرة من الدراهم الفضية، بعضها نادر جدا. أقدم قطعة في الكنز درهم ساساني عربي يحمل اسم الحجاج بن يوسف الثقفي، سك عام 76 هجرية. وأحدث قطعة فيه درهم عباسي يعود للخليفة المقتدر مضروب بالبصرة عام 314 هجرية. من أهم العملات النادرة في هذا الكنز درهم مضروب في عمان باسم والي صحار أحمد بن هلال عام 301 هجرية، وبهذا سد الدرهم ثغرة في تسلسل ولايته خلال السنوات الخمس الأولى من بداية القرن الرابع. كشف الكنز أيضاً عن درهمين آخرين ضربا في عمان، الأول يحمل اسم عبد الحليم بن إبراهيم وقد ضرب عام 313 هجرية، بينما ضرب الثاني عام 316 هجرية ويحمل اسم أحمد بن هلال. سببت هاتان القطعتان ارتباكاً لدى الدارسين، فهل تم تنحية أحمد بن هلال وإعادته مرة أخرى ولماذا؟ المصادر المدونة لا تمدنا بالتعليل، فاسم عبد الحليم بن إبراهيم ما زال مجهول الهوية مثلما صمت المؤرخون العمانيون عن سيرة أحمد بن هلال. في القرن الرابع الهجري نشطت دار الضرب العمانية بفضل سلالة بني وجيه، فقد عين العباسيون يوسف بن وجيه والياً على عمان، وظهر اسمه لأول مرة على المسكوكات
عام 317 هجرية. ينحدر يوسف بن وجيه من أسرة سامة بن لؤي، وهو ابن أخت أحمد بن هلال، وقد استمر نقش اسمه وأبنائه من بعده على وجه العملات، بينما كان الظهر يحمل أسماء الخلفاء العباسيين باعتباره والياً لهم على عمان، لكن نفوذ الوجهيين اقتصر فقط على صحار والسواحل المرتبطة بها، فقد استطاع الإمام سعيد بن عبد الله بن محبوب الرحيل أن يسترد باقي المدن العمانية من الوجيهيين. بحسب المكتشفات النقدية يوجد دينار يعود للقرامطة يحمل اسم علي بن أحمد مضروب في عمان عام 355 هجرية، ما يعني انهيار دولة بني وجيه في هذه الفترة. حاول القرامطة الاستيلاء على عمان عدة مرات، إلا أن محاولاتهم لم تصل حد السيطرة التامة، إذ سرعان ما يتم طردهم، أكان ذلك بفعل التواجد العباسي أو بفضل التوافق العماني. إن قلة المتوفر من النقود المضروبة في عمان باسم القرامطة يعود بالتأكيد لضعف تواجدهم في صحار حيث مقر دار الضرب، ولعل أكبر امتداد لنفوذهم في عمان لم يتم إلا بعد تحالفهم مع معز الدولة البويهي الذي آلت إليه أمور الدولة العباسية. استمر سك النقود في عمان باسم البويهيين منذ العام 362 هجرية إلى بدايات القرن الخامس الهجري. كانت مأثورات وجه العملة تحمل اسم ركن الدولة، وأسماء الخليفة ووالي البويهيين في بلاد فارس ووالي عمان على الظهر. وكان العمانيون خلال تلك الفترة لا يهدؤون عن مناوشتهم، إلا أن الخلاف الداخلي ظل متواصلاً أيضاً. وأمام هذا الوضع استنجدت أسرة بني مكرم بالبويهيين لمساندتهم في انتزاع السلطة من الأئمة الفعليين. أبقى الحسين بن مكرم ضرب النقود على النمط البويهي بداية عهده، ومنذ العام 410 أضاف في أعلى الدنانير كلمة مكرم تأكيداً لاستقلاليته. لقد لعب بنو مكرم دوراً بارزاً في تاريخ عمان خلال الثلث الأول من القرن الخامس الهجري، حيث ازدهرت حركة التجارة في عمان وحلت صحار محل سيراف بعد دمارها. عندما قام المؤرخ العماني سيف البطاشي بترميم بعض الوقائع والتواريخ، اكتشف خللاً في تاريخ البيعة للإمام الخليل بن شاذان، وحددها بعام 447 هجرية، مؤكداً بذلك أن إمامته تأتي بعد إمامة راشد بن سعيد وليست سابقة له كما أوردته السير العمانية. وتذكر المصادر أن هذه البيعة مكنت الإمام من إخضاع بني مكرم وإقصاء البويهيين عام 442 هجرية، وبذلك خرجت عمان تماما من دائرة النفوذ العباسي. بهلة مدينة مغلة في التاريخ،
يحيطها سور عالي يمتد بطول أكثر من 10 كيلومترات، وهنا ينتصب حصن بهلة التاريخي. بعض أجزائه يعود تشييدها إلى ما قبل الإسلام. ألحق بالحصن جامع يطل على المباني الرئيسية للمدينة. عندما خضع الحصن للترميم اكتشف العمال كنزا مدفونا تحت أرضية الجامع. أكدت مأثورات النقود التي يحتويها الكنز صحة ما توصل إليه المؤرخ البطاشي، فقد كشف الكنز عن درهمين فضيين، أحدهما باسم الإمام راشد بن سعيد مضروب بعمان عام 444 هجرية، والآخر باسم الإمام الخليل بن شاذان مضروب عام 447، بل واحتوى الكنز أيضا درهما باسم الخليل مضروب عام 466 هجرية. ما يهمنا في هذا الكنز هي نقود أئمة عمان. بالنسبة لنقود أئمة عمان التي ظهرت لأول مرة، هي نقود تتبع أئمة عمان في القرن الخامس الهجري. تشابهت هذه النقود مع النقود المكرمية من حيث تضمين سورة الإخلاص على ظهر القطعة النقدية، قل هو الله أحد، وتميزت بخلوها من الألقاب المرتبطة بالخلافة العباسية أو بالبويهيين أو غيرهم من الدول، وامتازت بهامش يظهر لأول مرة على القطعة النقدية يحوي جزءا من الآية 90 من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. لما لهذه الآية من ارتباط بواجبات الإمام؟ ومن المعلوم أن هناك خطأ حدث بين المؤرخين بشأن تاريخ إمامة الخليل لم يستدركه إلا الشيخ سالم بن حمود البطاشي في كتاب إتحاف الأعيان، والذي أشار إلى أن بيعة الإمام للخليل يجب أن تكون في الفترة من 447 إلى 474 هجرية، وهذا ما تؤكده دراهمه المضروبة خلال هذه الفترة. كانت دار سك النقود الصحارية قد توقفت عندما دخلت عمان عصر ملوك بني نبهان منتصف القرن السادس الهجري، والذي استمر قرابة 5 قرون من الزمان أهملتها المصادر التاريخية، إلا أن القليل المدون أفصح عن حجم الاضطرابات الداخلية في عهدهم، والذي ترك الساحل العماني عرضة للصراعات الخارجية. لكن موانئ صحار ومسقط وقلهات وصور والبليد شهدت تداول عملات أخرى ضربت في القاهرة والإسكندرية واليمن والبحرين وجزيرة قرون التي تغير اسمها فيما بعد إلى هرمز، إضافة إلى عملات سلاطين دلهي. بعض تلك العملات عرفت بأسماء ضاربيها كالغازي والمحمدي، وبعضها بأسماء أماكن الضرب كالفلورين من فلورنسا والدكاتية من البندقية التي كان تجارها ينقلون بضائع الشرق من مصر إلى أوروبا. هذا على الأقل ما أظهرته الكنوز المكتشفة في عمان حتى الآن. إذ ما زال الناس يترددون على مثل هذه الحارات القديمة مدفوعين بنوع من الحنين لاستعادة آثار أجدادهم الذين رحلوا. لكن هذا الرجل لم يخطر بباله يوماً أن تنتهي جولته في حارة إسعال من ولاية نزوى بصدفة مدهشة.
حصلت على هذا الكنز في هذه المنطقة، منطقة سعال، منطقة أثرية قديمة من تقريبا هذه المنطقة تقريبا من 18 الهجرة، أي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحصلت على هذه القرة، هذا المكان، هذه القرة بها كنز، عملة معدنية، عبارة عن عملة معدنية. هذه القرة تقريبا بها عملة معدنية، العملة المعدنية هذه اللي موجودة فيها عبارة عن فضة كانت من عصور قديمة. حصلت على هذه القرة، كانت طالع منها حاجة بسيطة فقط لا أكثر، وعبارة عن قرة دائرية بعنق كبير بقبضة. كان الكنز يضم أكثر من 400 قطعة معدنية تعود للدولة الصفوية التي تأسست بداية القرن السادس عشر الميلادي، أي نفس الفترة التي بدأت فيها سيطرة البرتغاليين على الساحل العماني لتمتد 150 عاماً فيما بعد. يظهر أن البرتغاليين لم يضربوا نقودهم في عمان كما فعلوا في مستعمراتهم الهندية، وسمحوا لحلفائهم الصفويين بسك نقودهم المعروفة باللارية، فظلت العملة الأكثر استخداماً في المنطقة خلال هذا القرن. ونجد في المصادر العمانية فتاوى للإمام ناصر بن مرشد اليعربي يذكر فيها الدراهم اللارية. جاء انتخاب الإمام ناصر بن مرشد عام 1624 ميلادية إيذاناً بميلاد الدولة اليعربية وتوحد البلاد تحت راية واحدة، وفي عهده بدأت المحاولات الأولى لإجلاء البرتغاليين عن عمان، لكن خلفه سلطان بن سيف والأئمة من بعده لم يكتفوا بالإجلاء فقط، بل هاجموا البرتغاليين حتى في مستعمراتهم على طول المحيط الهندي إلى شرق أفريقيا. استثمرت دولة اليعارب مكاسب انتصاراتها في شق الأفلاج وتوسيع الرقعة الزراعية وجلب أشجار جديدة من مناطق ما وراء البحار، وفي مجال التحصين صرفوا أموالاً طائلة لبناء القلاع الضخمة كنزوى والحزم وجبرين، وبنوا أسطولاً بحرياً منظماً حقق للدولة العمانية تفوقاً فوق البحار الشرقية، مما شجع شركة الهند الشرقية البريطانية والأسطول الهولندي والفرنسي فيما بعد إلى التعامل مع الدولة العمانية باعتبارها قوة مسيطرة في الخليج وشرق أفريقيا. عندما اكتشف البرتغاليون رأس الرجاء الصالح فتحوا الطريق أمام السفن الأوروبية للتجارة مع المنطقة، وجلب بحارتها معهم عملات مثل الدولار الأسباني الفضي ودولار ماريا تريزا النمساوي الذي عرف محليا بريال فرنس، لكن العملة الهندية ظلت الأكثر استخداما بالتأكيد، إذ تورد المصادر العمانية أن الإمام سلطان بن سيف صرف لكوكا من الذهب والفضة لبناء قلعة نزوى الشهيرة، واللاك وحدة حساب هندية تعادل 100,000 روبية. ويظهر أن هذا الحساب ظل ساريا في عمان إلى ما بعد إمامة أحمد بن سعيد مؤسس دولة البوسعيد عام 1744 ميلادية، فقد سمى المؤرخ حميد بن رزيق العملات المتداولة تلك الفترة باللاك
والدراهم والفلس والمحمدي. اتسع نفوذ الدولة العمانية في عهد السلطان السيد سعيد بن سلطان، وذلك امتداداً من المناطق الواقعة ما بين بندر عباس على الساحل الشرقي للخليج العربي إلى ميناء زنجبار، إضافة إلى العديد من الجزر الواقعة في مدخل الخليج العربي والمحاذية للساحل الشرقي للخليج. وامتد النفوذ العماني في عهده إلى جزر بحر العرب والمحيط الهندي بما فيها أرخبيل جزر القمر. وازداد الاقتصاد العماني قوة بفضل أسطول تجاري ضخم تسانده قوة بحرية مدربة. وانفتح التعامل التجاري على الصين وجنوب شرق آسيا والهند. وطور السيد سعيد اقتصاديات ممتلكاته في شرق أفريقيا إلى حد أصبحت فيه معظم واردات الدولة العمانية تأتيها من أفريقيا. ومع ذلك لم يتم سك عملة وطنية في عهده، مفضلا التعامل بدولار ماريا تريزا لما حققه من شعبية في المنطقة. عام 1835 أصدرت شركة الهند الشرقية عملة موحدة للمناطق الواقعة تحت نفوذها في شبه القارة الهندية. تتكون فئات هذه العملة من المهر الذهبي والروبية الفضية والآن النحاسية، التي مثلت فئة عملات صغيرة حظيت بانتشار واسع في كل المناطق العمانية، وأطلقت عليها تسميات محلية، وفيما أصبحت الروبية هي العملة الفعلية في مسقط، فضل سكان الداخل وساحل ظفار التعامل بدولار ماريا تريزا، الذي كان متداولا حتى في زنجبار العاصمة الثانية للدولة العمانية في عهد السيد سعيد بن سلطان. صدرت أول عملة خاصة بزنجبار في عهد السيد برغش بن سعيد، وقد تم سكها في دار الضرب ببروكسل، ونقش عليها العام 1299 هجرية. بعد عامين من وفاة السيد برغش، أي في العام 1890 ميلادية، أعلنت زنجبار محمية بريطانية، وظهرت آخر عملة لها في عهد السيد علي بن حمود مؤرخة بالعام 1908. جاء إصدار العملة الزنجبارية بداية بفئات متعددة، لكنه لم يجري التداول إلا بالريال الفضي المقتبس من النظام الأوروبي والبيسة النحاسية المأخوذة من النظام الهندي. وفيما بعد طبقت عمان نفس هذا الدمج النقدي. ظهرت أول عملة تحمل اسم دار الضرب مسقط في عهد السلطان فيصل بن تركي. أقيمت دار الضرب مقابل المحكمة الشرعية في المبنى الذي كان يضم أيضا دائرة الجوازات. تألفت العملة من فئتين هما البيسا والغازي، ونقش على الوجه السلطان فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان إمام مسقط وعمان، تاريخ 1311 هجرية. يظهر أن دار الضرب لم تواصل عملها طويلا، فقد أغلقت عام 1899 ميلادية، وواصل دولار ماريا تريزا رواجه في عمان، كما ازداد الإقبال على الروبية الهندية،
إلا أنها لم تكن مطلوبة في مدن الداخل والموانئ الصغيرة، ومع ذلك فقد ترك الدولار تأثيرات جانبية صعبة على التجارة لخضوعه لتقلبات سوق الفضة. ولأن البيس النحاسية مربوطة بالدولار، فقد خضعت لقانون العرض والطلب، مما سبب كثيرا من المتاعب لصغار المستهلكين. عالج السلطان سعيد بن تيمور هذه المشكلة عام 1939 عندما أمر بشراء نقود معدنية من دار الضرب في بومبي لتشكل عملة ثانوية لدولار ماريا تريزا. وبعد عقد من الزمن أمر بضرب أول عملة فضية لظفار إلى جانب بعض القطع الذهبية كإصدار خاص. وفي العام 58 أصدر عملته الأولى المماثلة لحجم الدولار، وهي الريال السعيدي. في العام 69 كان السلطان سعيد بن تيمور قد وصل إلى قناعة بأن اقتصاد عمان أصبح في وضع يمكنه من الاستناد إلى عملة وطنية موحدة تحل محل العملات المتداولة، فأصدر في العام التالي العملة السعيدية الجديدة على شكل أوراق مالية ونقود معدنية لاقت إقبالاً واسعاً في جميع أنحاء البلاد. عندما تولى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم في 23 من يوليو 1970، دخلت عمان عصرها الحديث، وتمكن جلالته بسداد رأيه من توجيه موارد البلاد لخدمة تطلعات التغيير الاجتماعي والاقتصادي المعاصر. أول إسهام وطني تحققه النقود في مسيرة عمان الحديثة تخليدها أمر جلالة السلطان قابوس المعظم بسك النقود باسم سلطنة عمان بدلاً من سلطنة مسقط وعمان، مؤكدة بذلك وحدة الدولة العمانية الذي حمل جلالته لواءها. وقد ظهر هذا الإصدار عام 71. جاءت الإصدارات النقدية التالية ترجمة لتوجهات الدولة الحديثة في التخطيط والبناء وتوسيع النمو الاقتصادي وإرساء دولة المؤسسات، حيث ظهر الإصدار الثاني عام 72 موقعاً باسم سلطة مجلس النقد العماني بدل نقد مسقط. عندما تأسس البنك المركزي العماني عام 74 وضع الإصدار الثالث قيد التداول في الذكرى السادسة للعيد الوطني. إن إصدارات عمان النقدية الجديدة دائماً ما تحمل رمزاً تغييرياً يخدم المسيرة التنموية والاقتصادية، ويؤكد على وحدة البلاد وقوة اقتصادها، إما بتوسيع قاعدة فئة العملات من الريال أو البيسة، أو باستبدال تصاميم وأوزان تناسب التطور الذي تشهده عمان في مسيرتها النهضوية وبما يتلاءم مع مستجدات سك النقود في العالم المعاصر.